كما ذكرت تشرين ليس محطة عابرة في تاريخ العراق. أذكر القتلة لحد هذه اللحظة في بغداد جسر باسم جسر الشهداء موجود في ضمير العراقيين. فيما يخص شهداء تشرين قمنا بثلاث مراحل، المرحلة الأولى والثانية خلصنا معتها. المرحلة الأولى تخص جرد عوائل الشهداء طيب وجمع كل مستندات للحصول على حقوقهم كشهداء. المحطة الثانية هي جرد والعمل على مساعدة الجرحى، وأقولها بكل صراحة الجرحى التي التقيت بهم من شباب تشرين يبكون الجبل، حجم الوجع حجم الإصابات لا يشيل عقل. أي مظاهرات تسمح لشاب بمدينة الناصرية يخسر إيده بالكامل؟ شو سوى؟ من الذي يسمح أن تخلي شاب بعمر الورود أن يفقد عينه؟ طلع مظاهرات. مرحلة أولى جرد عوائل الشهداء وحقوقهم. طيب. مرحلة الثانية جرحى. المرحلة الثالثة سنعلن عليها قريبا، لجنة من قضاة المحايدين للتحقيق وتقصي الحقائق عن الجرائم التي حصلت بحق هذا الشهداء. سألنا عنها قريبا هذه اللجنة، صار اتفاق بين الحكومة ومجلس قضاء الأعلى منذ اللحظة الأولى. كل الشباب المطاربين قضائيا الما متورطين بالعنف أو قتل يكون هناك أغلاق لملفاتهم، وأي شاب من شباب تشرين أعلنها عن طريقك يتعرض للمضايقات أو المطاردة مكتبي موجود، مدير مكتب موجود، أمين عام مجلس الوزراء موجود، يراجعون. أنا مستعد أتابع ملفات.